ان الدكتور شريف فاروق نائب اول رئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي وقع من يومين بروتوكول تعاون مع الاستاذ اشرف صبري العضو المنتدب لشركه فوري للخدمات الالكترونيه. البروتوكول ده زي ما اشرنا كده بيتم بمقتضاه صرف المعاشات والمرتبات عن طريق منافذ شركه فوري اللي موجوده في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه علشان يسهل على الساده المواطنين صرف المعاشات او صرف المرتبات. في خدمات تانية كتيره بيقدمها الحقيقه بنك ناصر الاجتماعي، واحنا يعني كل فتره لازم نتكلم على الخدمات دي لان في خدمات ناس ما بتبقاش عارفاها وفي خدمات تانية بتبقى مضافة لبنك ناصر الاجتماعي. هنعرف تفاصيل اكتر مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ محمود صقر مدير عام ادارة الفروع ببنك ناصر الاجتماعي. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. طيب احنا الاول بس عايزين نتكلم على البروتوكول اللي تم توقيعه من يومين وبعد كده نتكلم في باقي التفاصيل. تفاصيل البروتوكول ده ايه وبيخدم مين بالظبط يا فندم؟ والبروتوكول وقعه الدكتور شريف بيخدم اصحاب المعاشات واصحاب المرتبات وكافه عملاء البنك. تمام، اي حد عميل في بنك ناصر، اي عميل في بنك ناصر معاه كارت الاي تي ام بيروح بيه لاي منفذ من منافذ الفوري ويصرف بيه. تمام، وبالنسبه لاصحاب المعاشات برضو اللي بياخدوا من بنك ناصر، ما هو اصحاب المعاشات بكافه انواعهم المعاشات طبعا بيتعامل مع البنك المصري. ممكن حقه اللي هو يروح يسحب من مكنه او منفذ فوري، من منفذ فوري اي منفذ بقى في انحاء الجمهوريه. انحاء الجمهوريه. تمام. طيب دي الحقيقه برضو يعني تسهيل على الساده المواطنين لان كان في يعني ناس بقى ممكن تكون بتشتكي مثلا من زحمه، بتشتكي من توقيت يقول لك لا تعالى يوم تاني او يعني ياجله يوم او اتنين كده، بقى هيبقى المعاش في اليوم يعني في نفس يوم النزول يعني. والله هي ختمه بتوفر وقت وعب ومجهود لاصحاب المعاشات والمرتبات، لان برضه المرتب كان ممكن يبقى عايز يستاذن من شغله او فكده بالمنظر دوت. انا بقول له في اي مكان هتلاقي فيه فوري منفذ اسحب منه، وفي اي وقت بقى يعني مش مضطر ان هو يسيب شغله او يعملوا تكدس بقى وكده. فدي بتبقى ميزه كويسه الحمد لله، هتريح ناس كتير جدا 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 من انها تيجي البنك اساسا. طيب خلينا كده يعني نتكلم عن باقي الخدمات اللي بيقدمها بنك ناصر، نقسم كده يا فندم. يعني اذا اتكلمنا في البدايه عن اصحاب المعاشات، في خدمات ايه تانية ممكن بنك ناصر يكون بيقدمها لاصحاب المعاشات؟ هو بنك ناصر بايجاز شديد جدا بنك اجتماعي مصرفي اسلامي. اجتماعي بيقدم خدمات اجتماعيه وانشطه اجتماعيه مختلفه. قروض حسنه بدون اي فوائد. في حالات الملحه اللي هي المساعدات دي موجوده. في مشروع عندنا مشروع مسطوره. تمام. في مشروع اهالينا برضه ده كان برضه شغالين، في مشروع الغاز الطبيعي. طيب حضرتك بتقولي دلوقتي انشطه اجتماعيه يعني لاصحاب المعاشات، وفي كتير برضه من السيدات والاسر اللي هي الفقيره او محدوده الدخل. محدوده الدخل وفي كتير برضه من المطلقات بياخدوا نفقات. ده نشاط تاني. ده نشاط تاني. ايوه، صندوق تامين الاسره. طيب حضرتك دلوقتي بتقولي قروض، انواع بقى القروض اللي بيقدمها بنك ناصر ايه؟ والمين مين اللي من حقه ياخد قرض من بنك ناصر؟ اصحاب المعاشات برضه احنا شغالين على اصحاب المعاشات وورثه المعاشات واصحاب المرتبات. طب التفاصيل ايه يعني ازاي بقى اصحاب المعاشات ياخدوا قروض بناء على ايه بالظبط ويقدموا ورق ايه؟ هو صاحب المعاش بيجي بيقدم مثلا عنده بنت من بناته بتتجوز فعنده اسمه الجواز، ممكن بيها ياخد بالقرض 10000 جنيه لمده 3 سنين بقسيمه الجواز بدون فوائد. 10000 جنيه يسددهم على 3 سنين غير فوائد. بدون فوائد. اوكي تمام. هو ما فيش الا مصاريف اداريه بس فقط هي اللي بتدفع. قرض بقى اجتماعي مش قرض يعمل بيه، لا يعمل بيه مشروع ولا حاجه. لا، في تمويلات عندنا للمشاريع. فممكن لو هو عنده مشروع ومن الاسر الفقيره بندخله في مشروع مسطوع. طيب خلينا بس الاول نشوف يعني ده نوع القروض الوحيد قبل ما ندخل بس في المشاريع عشان ما نلخبطش الناس. هل ده نوع القروض الوحيد يعني القرض اللي هو مثلا حد عايز يجوز بناته؟ في قرض اللي هو قرض زواج، في قرض علاج. بكم قرض العلاج ده بقى؟ العلاج ب 8000 جنيه.
قرض الزواج ب 10,000 وقرض العلاج ب 8,000 جنيه. طب وقرض العلاج بيقدم له ايه؟ يعني ورق تقرير طبي، او يعني تقرير طبي بان هو تعبان عيان عايز عمليه، فبيقدم التقرير الطبي بتاعه وبيتعمل بحث على الحاله الاجتماعيه وبيقدم عادي وبياخد. طيب البروسيس دي يا استاذ محمود يعني كلها على بعضها بتاخد وقت قد ايه؟ خصوصا في العلاج يعني في قرض العلاج. مجرد المستندات اللي انا بطلبها من حضرتك دي تستوفى، والتقرير الطبي بتاعه، شهاده البطاقه بتاعته، البحث الاجتماعي بيصرف على طول. تمام. طيب ده بالنسبه يعني قرض زواج وقرض علاج. في قروض تانية ممكن يقدمها اللي هي الثلاث سنين وقرض العلاج ثلاث سنين برضو؟ ثلاث سنين وده ثلاث سنين. ده اللي هي ايه القروض اللي بدون حسنه بدون فوائد. من غير فوائد. من فوائد. تمام. في ممكن يكون في حالات الكوارث والحاجات دي برضو بنساعد فيها. زي ايه بقى؟ يعني ايه المصروفات؟ نعم. بنحدد ايه بقى يعني الكوارث؟ يعني مثلا كانت مثلا حاله وفاه، حاله زلزال في جاله مثلا في البيت اللي هو عايش فيه، حريق، الحاجات دي، الحالات المرضيه برضو بنساعد فيها. كويس. كل دي بنديها قروض. طيب حضرتك بتقولي اصحاب المعاشات او الورثه. الورثه بقى بياخدوا قروض بناء على ايه وبيقدموا؟ حصه المعاش اللي هو ورثه. على حصه المعاش اللي هو ورثه بندي له بيها. يعني الوريث يقدر ياخد برضو على حصه المعاش دي يقدر ياخد قرض سواء العلاجي او قرض الزواج. بياخد. طيب كويس قوي. طيب في بقى خلينا نتكلم على المشروعات واللي حضراتكم او المبادرات، يعني زي مثلا مشروع مستور انتوا حضرتك بتقولي بتدخلوا فيهم ناس معينه او يعني ليه تفاصيل احنا يمكن اتكلمنا عنه قبل كده، بس انا عايز اعرف دلوقتي احنا مشروع مستور ده وصل لحد فين، ونبتدي بس نعرف عشان في ناس ما بتبقاش برضو ملمه بتفاصيل المشاريع دي قوي. ايه هو مشروع مستوره الاول ووصلنا فيه لحد فين؟ مشروع مستوره ده اطلقته معالي الوزيره غاده ولي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. وتم تخصيص مبلغ 250 مليون. كويس قوي. ده كان في 11/2017 السنه اللي فاتت. بدانا فيه من 11/2017. اتصرف في اول دفعه 100,000 وتم الانتهاء منها. تم صرف الدفعه الثانيه 100,000 وتم الانتهاء منها. وتم الحمد لله تم صرف الدفعه الاخيره 50 مليون. تمام. وحاليا دلوقتي طلعنا صرفنا حوالي 245 مليون ل 15,000 اسره استفادوا. طيب بيستفيدوا بشكل عامل ازاي يا استاذ محمود؟ يعني هم بيشتغلوا ازاي وبيسددوا ازاي؟ هم الفئات المستهدفه بتبقى مثلا معاها معاش او صاحب معاش مثلا تكافل كرامه او معاش او مستحقه نفقه او بدون معاش خالص. ايه ده يعني اللي بتاخد معاش تكافل وكرامه تقدر تشترك في مستوره؟ تقدر تاخد من مستوره. تمام. بدون معاش، معاش عديمه الدخل برضه. في ناس بيبقى ملهاش فعلا معاش وبيبقى مثلا بتشتغل مهن مش يعني ملهاش معاش، خلاص بتبطل شغل مثلا في مصنع في حاجه زي كده ما بيبقاش ليها معاش، فهي بتكبر او بتبطل شغل فعايزه تبقى برضو وبتبقى قادره ان هي تشتغل، فبتبقى عايزه دي من حقها برضو من ضمن الفتاح، من ضمن الفئات اللي بتاخد. بتقدم ايه بقى يعني؟ هي بتيجي تقدم طلب على انها طلب تمويل، عايزه القرض دوت. بيجيب صوره بطاقتها، صوره البطاقه. طيب بنوجهها للجنه من اللجان اللي تابعه للبنك. البنك عنده 4,000 لجنه، فأقرب لجنة للسكن محل إقامتها. أيوة. بنوجهها إليها. أيوة. اللجنة بتبدأ تبحث حالتها وتشوف هي تقدر تعمل إيه، إيه المشروع هي ترغب فيه أو اللي تقدر تشتغل فيه، وبناء على كده بيقدم وبتعمل دراسة جدوى، وبيعمل اللجنة تعمل بحث. هي بقى مدى أحقيتها إيه؟ مدى أحقيتها والمبلغ قد إيه اللي هي عايزاه؟ المبلغ اللي هي عايزاه قد إيه؟ وبعد كده بيستوفي المستندات دي كلها، بيجي يقدمها عندي أنا بصرف المبلغ. طب والمبلغ ده بيبقى بقى قد إيه تقريباً؟ طبعاً بداية من 4,000 ل 20,000. من 4,000 ل 20,000. طب أنواع المشاريع اللي بتبقى مقدمة لحضراتكم زي إيه؟ المشروعات في مشاريع تجارية، وفي إنتاج حيواني، وفي صناعية، وفي خدمية، وفي مشروعات منزلية اللي هي بتشتغل فيها الأسرة من بنفتح البيت. بالظبط. تقدر تشتغل وهي قاعدة في البيت، زي مثلا البيت. مشغولات زي عندها أولاد مش قادرة تخرج تسيب أولادها، لا ممكن مكنة خياطة.
ممكن تدوها مكنه خياطه. احنا بنجيب لها فلوس. لا لا، فسوت مشروعات الصرف بيبقى فسوت مشروعات وليس وليس كل نقش. المشروع كله لازم يبقى كده، مفيش حد بياخد فلوس في ايده يعني. لا 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 لا، لا. احنا طيب. بنطلع الفلوس اللجنه مندوب من الفرع مع صاحبه المشروع يطلعوا هي كاتبه كانت مقدمه في الدراسه بتاعتها مكنه، بنشتري المكنه مواد خام قماش خيوط، بنشتري القماش والخيوط وبتستلم الحاجات ديت وتبدا تشتغل. طيب انا دلوقتي مثلا هي خلينا نقول ان مثلا اسره حصلت على مكنه خياطه تمنها نقول انا مش عارفه يعني ممكن تكون مكنه الخياطه دي تمنها يوصل لكام تقريبا؟ مش شرط مكنه خياطه، ممكن مثلا ب 3000 5000 جنيه ماشي. ممكن تجيب معاها مكنه ثانيه، ما يعني هي ممكن تشتغل بقى مكانتين ثلاثه. ايوه ما انا بقول لحضرتك ممكن تجيب ثاني. طيب كويس قوي. فرضا مثلا ان نقول مثلا في المتوسط دي الماكينات اللي هي جابتها ب 10 او 12000 جنيه، ب 20000 جنيه او 15000 جنيه، هي بتسدد بايه يا فندم؟ بتسدد ازاي وبفوائد قد ايه؟ هي لا هو القرض دوت على سنتين ملوش فوائد، هو بس بيتخصم منها 7% مصاريف اداريه. بيتخصموا من ايه؟ من الارباح؟ من المبلغ كله. من المبلغ كله 7% بس هو اللي المصاريف بتاعته ولا المصاريف؟ المصاريف. هي بتسدد ازاي بقى؟ يعني بتسدد حق المكنه ازاي؟ بتسدد شهر، بنحاول نوزع لها المبلغ على اقساط شهريه. اوكي. لمده 24 شهر. تمام. اللي هي بتبيع بيه بقى او الشغل تسدد منه. تسدد كويس قوي. طيب فرضا لا قدر الله حد تعثر في الحاجه زي كده بتتصرفوا معاه ازاي؟ احنا بنتابع المشروع اول باول عن طريق لجان الزكاه، بمعنى ان هو لجنه الزكاه اللي بتروح تحصل بتحصل منها، فلما بتيجي مثلا شهر اتعثرت فبيبدا يبحث اسباب التعثر ايه؟ هل سوء انتاج او سوء توزيع؟ يعني نعرف ايه الاسباب عشان نقدر ندور لها على البدايل اللي نقدر نحل بيها المشكله اللي عندها. فممكن يكون فعلا عندها انتاج كويس بس ما بتعرفش تسوق. فبنقدر نوجهها نقول لها روحي سوقي فين، او ممكن نشير اليها الوحدات الاجتماعيه الشؤون الاجتماعيه عندهم جمعيات فيهم عندهم مشاغل مشغل في معرض اسر منتجه ممكن تودي في معرض الاسر المنتجه. فبنبدا نوجهها مصادر التوسيع او التسويق يبقى فين، وكده بنقدر نتخلص من المشكله اللي عندها. طيب هما في ناس بتبقى عندهم مشكله تسويق ودي حلها حضرتك قلتولي دلوقتي، وفي ناس تانية بيبقى عندها مشكله ان هي مثلا ايه فتحت مشروع مثلا معين لانتاج مثلا نوع معين من الاطعمه او من كذا، وهي جنبها 100 واحده عاملين كده فما بتبيعش قوي. هقول لحضرتك احنا في الاول احنا بنقول بنعمل دراسه جدوى ليه؟ عشان نشوف ايه اللي يناسبها وايه اللي محيط بيها واللي تقدر تشتغل فيه بدون ما يكون في مشاكل. فدي بتبقى في بدايه المشروع بنقعد معاها وبندرس معاها المواضيع ديت. ففعلا زي ما حضرتك ما بتقولي مثلا هفتح مثلا اطعمه وعندي مطعم شغال كويس جدا جنبيها. بالظبط. فبنقول لها كده صعب انك انت هتشتغلي في المطعم دوت، لا نعمل دراسه لمشروع ثاني ونقدر نشتغل فيه. هو بيشتغل مثلا مأكولات، اشتغلي انت حلويات، يعني بنبدا ندور لها على البدائل اللي تساعدها انها فعلا تشتغل صح وتقدر تجيب فعلا دخل. طيب فرضا بقى عشان معلش عشان بس كل الاسئله اللي بتدور في ذهن الناس ان انا مثلا جيت قلت انا فتحت مثلا مشروع كذا وناس حواليا كتير بتعمل نفس المشروع فاتقال لي لا ما ينفعش عشان ممكن دي يكون مثلا جودتها اعلى او الناس عرفتها في المكان او في الشارع اللي هي فاتحه فيه او في المنطقه دي ومش هينفع. طب انا دلوقتي ما بعرفش اعمل غير الحكايه دي، اعمل ايه وعايز اعمل مشروع، هل متاح ليا ان انا يتعرض عليا حاجات قريبه من امكانياتي فاقدر ان انا اتدرب عليها؟ هل متاح نوع اي نوع من انواع التدريب مثلا لو على الخياطه لو واحده حابه ان هي تتعلم او كده او تصنع سجاد او يعني اي حاجه؟ انا بقول لحضرتك احنا بنك ناصر تبع وزاره التضامن الاجتماعي. ما انا عشان كده بسال حضرتك. عشان كده فممكن نتواصل معاها مع اي جمعيه عن طريق الشؤون وتروح تتعلم في اي مشغل. تمام. بكام بقى بتتعلم؟ لا والله في يعني في جمعيات خيريه كتير جدا ممكن تتعلم مجانا. عشان هي هتسال طبعا التدريب. لا انا بقول لحضرتك ممكن تتعلم مجانا مفيش اي حاجه، وممكن تشتغل عندهم لخدمة تبقى كويسه وتيجي تاخد المشروع من عندي. يعني دي ما فيهاش مشكله. تمام. طيب انا هستاذن حضرتك بس معانا تليفون جمال من كفر الشيخ. الو الو. ايوه يا استاذ. ايوه استاذ جمال اتفضل.
البنك الاصلي لما حد بيروح عشان يجيب منه قرض بيقول لك لازم تجيب موظف يضمنها. هو بتاع المعاش هيجيب موظف يضمنه منين؟ إيه؟ لازم تجيب ايه يا فندم؟ موظف يضمنك؟ موظف يضمنك. اه طب خليك معايا. اللي هياخد بتاع المعاش ده اللي طالع معاش عمل ده هيجيب موظف منين؟ إيه؟ حاضر يا فندم، هنجاوب على حضرتك حالا. طيب استاذ محمود اتفضل. هو بيقول دلوقتي مشكلته ان هو مش هيلاقي حد يضمنه. لا، هو احنا بندي بالنسبه لصاحب المعاش بنديله بدون ضامن. صاحب المعاش بديله بدون ضامن. صاحب المعاش من غير ضامن؟ امال مين اللي بيبقى ليه ضامن؟ ممكن يكون السن المعاش فوق الستين. فده شركات التامين بترفض تامن. يعني لما يوصل ل 68 او 70 يقول لك لا ما امنش عليهم. فبالتالي ما عنديش انا حاجه، انا بدي بضمان تامين. اوكي. شركه تامين. فهو دلوقتي هو 70 سنه ما عندوش تأمين، ما فيش تامين، شركه تامين بترفض انها اخر حاجه بالنسبه لشركات التامين 68 سنه. فما بتقدرش تامن. فانا بقول له هات لي ضامن بدل التامين. لكن لو عادي الشركه بتامن بقول خلاص ماشي اوكي. بديله بدون ضامن. طب ولو محتاج ضامن ما هو بيقول دلوقتي اجيب ضامن. هو الضامن بيبقى يعني مثلا اي ضامن، ما بقولش مثلا يكون من الدرجه الاولى من القرابه او لا، انا بقول له اي ضامن موظف او كده موظف. بس لازم يكون موظف في مكان حكومه يعني؟ موظف حكومه يعني. هو دلوقتي لو اتعصب في السداد مين اللي هيسدد؟ وخصوصا ده تمويل استثماري مش اجتماعي. ده تمويل بيبقى تمويل استثماري. طيب طب احنا يعني بالنسبه احنا كنا بنتكلم من شويه قبل التليفون عن مشروع مستوره، و في ناس كانت بتسال هل مشروع مستوره فقط للسيدات او الاسر اللي من غير عائل مثلا في حاله الطلاق او في حاله وفاه الاب ولا لا؟ سواء مطلقه او العائل متوفي او عايش والدخل محدود جدا او بتسأل او دلوقتي الدخل. هو ممكن يبقى موجود معاهم وتاخد المشروع برضو تدخل المشروع بيتعمل. بيتعمل. ما هو اللجنه احنا مخلينها ليه تبع اللجان. للجان بتبقى جوه المنطقه بيبقى عارفه الحاله حاله المواطن من الناحيه الاجتماعيه ومن ناحيه اعباء المعيشه، فبيعرف ان هو فعلا يستاهل فبيقول فبيقدم بحث وبيقول ده يستاهل. طيب. بصرف النظر هو ليه عائل عايش او مش عايش او ليه دخل او ملوش دخل. ما انا بقول لحضرتك ممكن يكون معاش بس معاش صغير ما يكفيش الاعباء عندها. ما هي بس عشان كان مختلط عليه